يعني انت بتدي الغريب وسايب القريب. ما احنا غلابة برضه، وبعدين احنا اخواتك يعني الاقربون اولى بالمعروف. والله يعني اخواتك او صحابك في الاخر كلهم بيقولوا الاقربون اولى بالمعروف، حتى لو انت لسه قابله اول امبارح. اهلا بيكم فيديو جديد من قناة 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين، والنهاردة هكلمكم عن ازاي تقول لي الاقربون اولى بالمعروف. بكل بساطة من غير اي لف ولا دوران، charity begins at home. Charity begins at home. Charity begins at home معناها الأقربون أولى بالمعروف، مش محتاجة شرح. طبعا ده إيديم، ما تحاولش تروح تترجمه علشان الترجمة مش هتبقى نفس الترجمة اللي هي بالعربي. يعني مثلا انت معاك شوية فلوس وعايز تتبرع بالفلوس دي، فرحت لأخوك تقول له ايه، متعرفش حد محتاج، تقول له والله بيقولك ايه، بص if you wanna donate some money then charity begins at home. والله يا باشا لو انت عايز تتبرع بشوية فلوس، طب ما احنا فيها وزيتنا في دقيقنا، الاقربون اولى بالمعروف. طب انت واحد من نفسك بقى مش محتاج حد يقولك، عايز تساعد اهلك، مش شرط اهلك اللي هم اخواتك بس، لا يعني ممكن يبقوا قرايبك بشكل عام، فانت هتقول ايه، والله I want to help my family as charity begins at home. I want to help my family as charity begins at home. يبقى انا احب اساعد الفاميليا بتاعتي، سنس ان يعني الاقربون اولى بالمعروف بقى وكلنا حبايب في بعضينا. وفي النهايه احب اقول لك ان الفيديو كده خلص، وبص فيديوهاتنا بقت سريعه اهو، احنا يعني يا اما بنعدي الخمس دقائق يا اما بنقل عن الخمس دقائق، انما 5 minute دي مش موجوده اساسا معانا الحمد لله. ففي النهايه احب اقول لك لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.